حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناه الايام الفضائيه وحلقه جديده من برنامج الوسم. انا كرار حباب، فاصل قصير، فقره فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقره فيس تو فيس، حيث الاخبار والمواضيع والاحداث والترندات المحليه والعربيه والعالميه، واللي دائما ما تكون موجوده في برنامجنا برنامج الوسم. اولى مواضيع حلقتنا لهذا اليوم: قفل المعلم وفيه التبجيل، اكاد المعلم ان يكون رسولا. في اليومين اللي مضن مر على العراق عيد المعلم، المعلم اللي يربي اجيال، المعلم اللي يسوي انسان متكامل، انسان ناجح، يفتح اسره، المعلم اللي يجي الطالب عباره عن بذره، او هو يزرع هذه البذره وبعدين يجني ثمارها بعدين. المعلم العراقي اللي عانى ما عاناه في اوقات عصيبه مرت على العراق، من حروب، من مآسي، من احتلال، من حصار، من 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 كثير من الامور. المعلم العراقي اللي يغرس في الطالب العراقي كثير من الامور اللي تقوم الطالب حتى تخليه انسان مؤهل للمجتمع. عيد المعلم اللي هو اتذكر ايام ما كنا بالمدرسه في عيد المعلم نجيب هدايا للمعلم. اول شيء الحلو بالموضوع هم ينطونا يا اما احتفاليه قبل الـ يعني اثناء الاصطفاف، او يخلونا نطلع من وقت، يعني يسوون لنا احتفاليه ونطلع من وقت. هذا يعني احنا كنا نكيف، يعني اذا ويا الاصطفاف عيد المعلم فهذا الدرس الاول او الثاني شويه رايحات، ودائما ما يكون الدرس الاول والثاني لو رياضيات لو فد موضوع صعب، فاحنا كنا نكيف العيد بعيدين، هم ما راح ناخذ الدرس لهذا اليوم وهم نحتفل في عيد المعلم. يعني احنا نقول الله يحفظ معلمينا، الله يحفظ المدرسين كلهم، مدارسنا. هذا الموضوع اللي احنا دائما ما نشدد عليه، اليوم العلم والدراسة هي أساس المجتمعات. اليوم الإنسان من ينشأ ويكون شخص ناجح في بلده يفيد مجتمعه، أكيد التعليم هو اللي راح يساهم بنشء الإنسان، بنشء البشر هذا الطالب. احنا نتمنى من الحكومة أيضا أنه تلتفت لهذه الشريحة الكبيرة، يعني كل ذيل كل الصعوبات أمامهم، يعني هم يتعبون بيجتهدون، يعني مثلا مكافآت، قطع أراضي، غيرها من الأمور، زيادة، يعني هم ذول هاي الشريحة جدا مهمة. خلي نستذكر أنا وياكم والعراقيين عيد المعلم، وأيضا شنو كانت ردود الأفعال. يقول: يحتفل العراقيين بعيد المعلم وربي الأجيال الذي يبني الوطن بنور الحرف والكلمة ويبدد ظلام الجهل بالعلم والمعرفة. أيضا في موقع وزارة التربية العراقية، وزير التربية معالي وزير التربية أيضا ألقى كلمات في بيان يقول: الأخوة والأخوات، ملاكاتنا التعليمية كافة تجمعنا اليوم مناسبة مهمة وعزيزة على قلوبنا. طرزا شهر آذار من كل عام بديباجة الفرح والسرور، نقف جميعنا بإجلال وفخر لمن حملوا على عاتقهم مسؤولية بناء الأجيال منذ رسمها للحرف الأول في بلاد الرافدين. فالمعلم العراقي كان ولا زال نبراسا للتحولات الوطنية وقوى من قوى التقدم والنهوض بالمجتمع. لذا نتقدم باسمي أنا والعاملين في وزارة التربية جميعا بالتهاني والتبريكات إلى معلمي العراق بهذه المناسبة السعيدة، متمنين أن تعود في كل عام وهم يزهون بالخير والسعادة والرفعة. أيها الكرام، إن وزارة التربية قطعت الوعد. احنا لازم نكون سولف بيها. قطعت الوعد للنهوض بواقع المعلم العراقي
وإحاطته بالرعاية والعناية، ونحن مستمرين على العهد، وستبقى مطالبكم نصب أعيننا وعملنا وجهدنا. مبارك للعراق بكم، وهنيئا لكم عيدكم، وكل عام وأنتم للخير سبيل وعنوان. احنا مثل ما تعرفون في الحلقات السابقة نطلع مواضيع تصير ترندات. في هذه الحلقة في فقرة ترند تيوب ايضا راح تشوفون فيديو يخص التعليم ويخص اولياء الامور وغيره. احنا دائما ما نتمنى انه نظام التعليم بالعراق يكون نظام عادل، نظام فيه الكثير من الامور اللي تساهم بنشأ الطالب. احنا دائما نقول المعلم او المدرس لازم تكون بخصال انسانية اضافة الى خصاله التعليمية والابوية والتربوية، لانه في كل الدول تجد مثلا في اليابان المعلم فد رمز عظيم جدا، ممكن هو على راتب البلد. لذلك احنا دائما ما نقول يجب علينا ان نهتم بهذه الفئة. خلينا نشوف ردود افعال الناس وتعليقاتهم في عيد المعلم. يقول عدي: الى كل من تعلمت منهم كيف اخط اول حروفي وكلماتي، وان احفظ ديني وسيرة رسولي وسيرة رسولي الكريم عليه الصلاة والسلام، وان اعرف حدود بلادي وامتي وتاريخها العظيم، وان احسب خطواتي وانجازاتي واحصل على نتائج مبهرة. إلى من تعلمت منهم لغة العالم الأولى، إلى من تعلمت منهم مكارم الأخلاق وعظمة الثقافة وقوة الاعتزاز بالنفس، كل عام وأنتم بألف خير. إن شاء الله عطاء دائم متواصل أساتذتنا الأعزاء. عمر يقول: تحية إجلال وتقدير لصانعي الأجيال، شكرا لكل معلم أدى أمانته ورسالته بأكمل وجه وأخرج جيلا يتفاخر به الوطن. الأستاذ الذي علمنا فن الأخلاق والأدب قبل العلم والمعرفة، علمنا كيف تكون إنسانا، كيف تكون ناجحا في زمن كثر فيه الفشل، كيف تستند وتنهض حتى نصائحه ودروسه أثناء فترة الراحة وعلى مائدة الطعام ترافدنا بالحكم والقصص. هذا ايضا تعليق من آمن. حسين يقول: قف للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم ان يكون رسولا، ما علمت اشرف او اجل من الذي يبني وينشئ انفاسا وعقولا. كل عام وجميع اساتذتنا وكوادرنا التربويه بالف خير وصحه وعافيه ان شاء الله. وارتضى يقول: كل عام والكوادر التدريسيه بخير ان شاء الله، دوام الموفقية والنجاح. آخر تعليق من حيدر يقول: كل عام ومعلمنا علما شامخا ونبراسا يحيي بعلمه وتربيته الأجيال ويصنع المستقبل، كل عام ومعلمنا بألف خير. هذا كان آخر تعليق بخصوص موضوعنا الأول اللي هو موضوع عيد المعلم. أيضا احنا نقول كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم مربي أجيال، كل عام وأنتم تربويين، كل عام وأنتم صانعي الإنسان الناجح. الإنسان الناجح هي عملية صناعة، عملية تكوين، نشأة. يجي الطالب من عمر 6 سنوات ما يعرف الباء من التاء، ولا يعرف الاثنين من الثلاثة، ولا يعرف الأرقام، ولا ولا ولا، ولكن يجي يتعلم، يجي يدرس، يجي يمتحن، يجي ياخذ تربية إضافة إلى تربية المنزل، تربية الأهل، تربية بكيفية التعامل مع الناس، مع أقرانه، مع زملائه، مع زميلاته، مع الأكبر منه. فإحنا نقول كل عام وأنتم بألف خير. هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيس تو فيس اللي هو موضوع عيد المعلم. موضوعنا الثاني هنا أنا شوية نسولف بيه، يقول لك هي
أنباء ومصادر ما متأكدين منها، بس هي صارت ترند. الترند هاليومين شنو؟ يقول لك القوات الأمنية في بغداد تلقي القبض على متسولة كان معها مبلغ 700، لاحظوا ياي مو ألف، 740 مليون دينار عراقي، بين قوسين مليار إلا ربع. ويمكن لو عالفيها بعد شهرين ثلاثة ما ألقوا القبض عليها كان كملت مليار. خلال مدة إيش قد المدة إيش تتصورون؟ سنة ونصف. أنا بالنسبة لي بعد هذا وراح أخلص عوف البرنامج أروح ألقى لي تقاطع، أتمنى هذا التقاطع شو اسمه اللي المكان اللي تتسول بيه أشوفه، أبطل منه وأروح أشتغل بيه بعد. 740 مليون دينار عراقي في عام ونصف العام، يعني من جمعتي مليون وعشر ملايين ومئة مليون ومئتين مليون، ليش ما بطلتي ورحتي فتحتي لك مشروع وعشتي حياتك كلها باي الفلوس؟ إذا أنت فقيرة ما عندك أحد، هو شنو اللي يدعي الإنسان إنه يروح يسأل ويمد إيده؟ إنه ما عنده أحد يصرف عليه، ما عنده فلوس، ما عنده. أنت جامعة كل هذا المبلغ؟ عمي حرام، أنتوا خليتوا الناس بعد ما تسوي خير، خليتوا الناس بعد ما تمد إيدها بجيبها وتنطي. أبداً أبداً، يعني إذا 740 مليون في مدة عام ونصف، عمي هاي كارثة والله العظيم. يعني أنا تدرون شو أتمنى؟ أتمنى هذا المبلغ اللي بحوزتها يروح كله لدار أيتام أو دار مسنين أو فد شيء خيري يستفادون منه، لأن هذا أنا متأكد هو جاي من نفس طيبة، جاي من ناس تصدقت، بس تصدقت للشخص الخطأ، الشخص اللي يبحث عن الأموال. 740 شنو شنو زين؟ هاي عندنا مصطفى أبو السيجي يريد يروح يسأل على المكان، يسأل على التقاطع. حبيبي مصطفى أوعدك بس ألقى التقاطع أروح قبلك، ما أقول لك أروح قبلك زين، لأن هذا التقاطع أكيد يعني وين يعني إيش قد تردين طالعين باليوم مليون زين؟ هذا التقاطع وين التقاطع يم الخضراء بالمنصور؟ وين هال البي هلقد فلوس؟ أنا متأكد هستطلع هي عندها شبكة، عندها شبكة، يعني مستحيل. وأتمنى يطلع الموضوع والترند هذا الضارب هو غلط، لأن والله حرام حرام إنه إحنا نضحك على نفسنا زين. بالمناسبة أكو ناس فعلا محتاجين وفعلا تستحق الصدقة، بس أكو ناس اتخذوها مهنة، أكو ناس صار هذا عملهم، ومافيات وعصابات تدير الموضوع. يعني تلقي فقير مو ما تلقي، بس أنت قمت ما تميز بين الفقير الصدق والفقير اللي يشتغل أو يدعي إنه هو فقير وهو يجمع بالأموال إلى متى زين؟ يعني قطعة وسبيل المعروف الناس قامت تخاف تتصدق، يقول لك خاف أنطيه وحرام علي لأن هذا عنده، بينما الفقير من المو فقير قام ما يتميز. لذلك إحنا نعم هذا إحنا دائما نطالب وزارة الداخلية الشرطة المجتمعية بتعقب هذول المتسولين، أكيد أكو شبكات تدير هالموضوع، أكيد 100%. أي تقاطع في بغداد هسه تمشي تروح توقف في أي تقاطع في بغداد زين، يعني إش قد تلقي لك؟ تلقي لك فد 15 20 واحد، إضافة إلى هاي الفئة اللي هسه والله العظيم أنا أحلف لأن بعيني شفتها، طفلة بعمر السنة ونصف، سنة ونصف جتي قبل كم يوم تمد إيدها
منو معلمها؟ منو الأب والأم اللي معلمها تطلع وهي بهذا العمر سنة ونصف؟ يعني بعدها حتى النطق مالتها ما كامل زين. وأيضا أكو معلومات تقول إنه دولة يتم تأجيرهم، يأجر من أهله، يأجر من اللي متبنيه، عصابات وناس تأجرهم تخليه يروح يتسول، وبعدين من يجي يجيب الوارد هكذا حسابك زيادة 25,000، هكذا يوميته 25,000، هو تلقيه مطلع له فد 200-300,000 باليوم مثل الورد. الناس هم تعطف على شوفة طفلة صغيرة أو طفل صغير، وهم تعطف الناس. وهاي رسالة إلى وزارة الداخلية، إلى معالي وزير الداخلية المحترم، أتمنى مثل ما أكو نهضة هسه حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي على الناس اللي تقدم محتوى هابط، وأيضا أكو حملة على العصابات واللي تاجر بالعملة واللي تسوي، لازم تصير حملة على المتسولين في الشوارع، لأن كثر عددهم فصار الموضوع أشبه بالعمل الرسمي، شغل يجي يشتغل ياخذ أجوره بنهاية اليوم، وهو مطلع له 300 رايحات لمن؟ لأبو العصابة، هيك أنا أسميها عصابة. فأتمنى هذا الموضوع يتم تبني. خلينا نشوف تفاصيل الموضوع وردود أفعال الناس. ما شاء الله النوب مصرفتهم كلها 25 حمر. عطية يقول ممكن المكان اللي كانت تقعد بيه بلا زحمة هي تدلل، بس ألقى أنا أروح قبلك ترى، يعني ما دليك قبلك أروح. وجدان تقول شنو الفايدة جامعتها وباقية مجدية؟ هو هذا الفقر عمره ما يصير براسه خير. تعليق من أسامة يقول ما شاء الله رب يرزقه، هذا درس لكل شخص يبحث عن تعيين، لازم يتعلم شغل القطاع الخاص أفضل من وظائف الدولة. آخ إي والله صدق، يعني إيه هذا شغل القطاع الخاص أفضل من وظائف الدولة. يعني مليار إلا ربع سنة ونصف، الله أكبر. أبو أسد يقول الله شاهد ابني قاعد يمي عمره 9 سنوات وجاي يقرأ المنشور، كملت قال لي بابا طلعني على التقاطع. كريم يقول هسه ما أخذتهن من خزينة الدولة وروحوا حاسبوا اللي باقوا مليارات وكل قوة الشعب. أقول لك كريم يعني أنت والله ما أدري، أنت مثل هذا يقول لك إحنا شنو نستضيف بطولة الخليج؟ خب نروح نبني مستشفيات. يا أخي أنت والله ترى هاي وزارة وهاي وزارة، هاي وزارة اجتهدت واتحاد اجتهد وجاب بطولة، وهاي وزارة أخرى هاي ما لها علاقة بهاي. يعني مثلا كأس العالم، شنو قطر مستضيفة كأس العالم؟ خوب تروح تبني وشين ال... على العموم هذا كان آخر تعليق بخصوص موضوعنا الثاني اللي هو موضوع اللي يشتغلون بالتسول. موضوعنا الثالث في فقرة فيس تو فيس، أنا مستعد لهذا الموضوع، أنا مستعد إنه أكون لاعب مهم في هذه البطولة، بس بأي بطولة؟ اليابان تستعد لإطلاق كأس العالم بجمع القمامة. شحكي بس ثقوا بالله، إذا العراق شارك بهذا الموضوع، شارك بكأس العالم لجمع النفايات، ثقوا بالله ياخذ مراكز متقدمة، لأن شباب العراق عنده غيرة مو طبيعية على بلده. بس أنت تعالي واحكي لي وسولف لي الموضوع وشنو التفاصيل. يعني هذا البلد العجيب الغريب اللي هو كوكب آخر، هو كوكب اليابان، يستعدون لإطلاق كأس العالم في جمع القمامة في الأول من نوفمبر المقبل، يعني في شهر 11 اللي جاي. شبابنا العراقيين سويتوا حملة بسيطة، نظفتوا ضفاف نهر دجلة كله من المتنبي لأبو نواس،
حملة هيك بسيطة، حملة واحدة من الحملات همين أنا ضفتوا مدري كم شارع. فأنا متأكد أنه إحنا نقدر، نقدر طبعا نقدر نشارك بكأس العالم. هالسعاد ما نشارك بكأس العالم لكرة القدم، خلي نشارك بهذا الكأس، خلي نشارك. أنا أطلق حملة وأنا أول واحد أكون لاعب بهذا الفريق، فريق العراقيين الأبطال. وأتمنى أيضا من البلدية ومن أمانة العاصمة أنه تتبنى يصيرون هم اتحادنا مال اللعبة، يصيرون هم المنتخب اللي احنا راح نكون لاعبين بهذا المنتخب، منتخب العراق المشارك في كأس العالم لجمع النفايات. والله راح تشوفون العراق نظيف. تصور انت شلون تتسابق الدول بالتنظيف وانت تتسابق وياهم بتنظيف مدينتك، بيتك، شارعك، منطقتك، محافظتك. تصور انت بس تصور لي هالموضوع، ايش قد موضوع حلو وبيأجر. النظافة من الإيمان، بيأجر وبي فتشي حضاري جميل. فيا شبابنا، يا بناتنا، يا أهلنا، تشاركون بكأس العالم والله تصير للتاريخ. خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله وردود أفعال المواطنين. اليابان نستعد لإطلاق كأس العالم في جمع القمامة في الأول من نوفمبر المقبل. هدى تقول إيش قد حلو، أجمل شيء، يا ريت يصير عندنا ونسوي همات. والله أنا يعني أقول إنه إن شاء الله يصير عندنا وهمينا نشارك بهالموضوع. أبو الطيب يقول العراق أعتقد ينافس على الثالث والرابع إذا مو وصيف. لا والله إن شاء الله العراق يكون يعني من الدول اللي تنافس على البطولة. فؤاد يقول يا ريت نشوف حملة مماثلة بالعراق من قبل الناشطين والشباب الواعي. مرتضى يقول العراق يفوز لان شبابنا اهل غيرة ويحبون وطنهم يكون اجمل. اي والله، اي بالله، شبابنا يشاركون لانه يردون وطنهم دائما الاجمل. اني اوافقك الرأي. دكتور احمد شهاب يقول على العراق ان يشارك بفريق قوامه 20 مليون شخص وان يطمح للفوز بالكأس. يا والله يا دكتور عمي، والله واي راح نشارك، نصير منتخب من مليونين شخص. نقدر طبعا كل محافظة نقدر فد 100,000 واحد، 18 محافظة وانت احسب بعد هاي 1,800,000. هذا كان اخر تعليق بخصوص آخر موضوع اللي هو موضوع كأس العالم. مشاهدين الكرام، وصلنا لأختام فقرة فيس تو فيس، فاصل قصير وفقرة الترند تيوب. خليكم ويانا لحد يروح بعيد. أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام في فقرة الترند تيوب. الفيديو اللي راح نشوفه، أولا أنا بالنسبة لي ما راح يعني أتخذ أو أعطي رأيي إلا بعد من شاهده سويا، وممكن تكون عندكم رأي وأنا عندي رأي. خلي نشوف الفيديو. أب بالفيديو يتوضح أنه تهجم على كادر مدرسة في جانب الكرخ لأنه بنته راسبة، وحسب ما سمعنا من الفيديو يقول على مود درجة. اولا انا ايش اقول هذا تصرف غلط، بعيد قبل كل شيء هذا التصرف غلط ومرفوض.
بس هاي حسرة أب يشتغل ويتعب على مود يربي أولاده وبناته، ومن حرصه الزايد يجوز لقي بنته تبكي على مود درجة، وممكن هو يكون معاه الحق، يجوز أكو فد خطأ يصير تصحيح، بس هو أساء التصرف طبعا في لحظة غضب. أني ضد هذا التصرف وهذا التهجم، بس بنفس الوقت كان من المفترض إنه الإدارة تحتوي ما تخليه يتنرفز. جاي هو متنرفز أمتص غضبه، أمتص غضبه، واحتمال مسمعي حكاية أو شيء، بس بالعكس. زين، إحنا أول شيء ما نقدر نحكم حكم كامل لأنه شفنا فيديو مقتطع مو كامل. زين، وأكيد اللي مصور الجزء اللي يريده، وهذا مبين مصور من قبل الكادر التدريسي. زين، فأتمنى من تربية الكرخ شوف هذا الفيديو وتراجع هذا الموضوع وتستدعي الطالبة وولي أمرها والكادر التدريسي وتنفتح تحقيق، وإن شاء الله يوصلون نتيجة حل. لأنه إحنا أول شيء ما نفضل هيجي أمور، ثانيا ما نريد أحد يعتدي على الكادر التدريسي، ثالثا ما نريد الكادر التدريسي أو التعليمي أنه يأذي أو يظلم شخص أو طالب، وأكيد هو ما مقصود، وإن شاء الله يكون ما مقصود، جوز خطأ بالتصحيح، جوز فعلا هي 49 ما أخذه وراسبه، خليه تنفتح تحقيق فيتم تعديل الأوراق أو الدفتر الامتحاني. خلينا نشوف التعليقات حول هذا الفيديو. حمودي يقول يعني عجيب والله، وين كنتوا عن متابعة مستوى أبنائكم طيلة الفصل الأول؟ يعني معقولة المدرسة ما سووا اجتماع الآباء؟ ليش من يرسبون تقسون على أبنائكم خطية وتستعرضون عضلاتكم على الكادر التدريسي؟ بعدية صارت. علي يقول والله تاهت علينا، بعد ما نعرف الحق من الباطل. حكمة وعبرة تقول كان من المفروض بالإدارة والحرس أن يحتوون الموقف ويطلبون منه الجلوس والحوار معه وشرح المشكلة، وليس طرده بهذا الشكل مهما يكون هو ولي أمر، ويجب أن يعامل باحترام وأخوية رغم أن تصرفه غير حكيم، ولكن ربما يكون له الحق. نفس الكلام اللي حكيناه، نفس وجهة النظر، نتمنى أن تكون لغة العقل هي اللي طاغية على هذا الموضوع. تعليق من أحسين يقول ليش اللوم، عود يعني نلوم هذا الرجال، يمكن على حق، وإحنا دا نشوف هذا الوضع اللي دا يمر بالعراق من رشاوي وهواي من المدرسين باعوا ذممهم. هذا الكلام خطر، بس أكيد ما طول أكو لغط عليه، فأكيد أكو كم بعض وينعدون همين، أكيد ينعدون، بس لا فئة كبيرة ولا هاي، وكلش عادي يغيرون ويتلاعبون بدرجات، وهو غلط كان المفروض يقيم دعوة ويمشي الأمور، بس هذا أبو يمكن ما تحمل يشوف دموع بنت. آخر تعليق من فادي تقول عصبية الوالد، والد الطالبة ضيعت حقها وهواية هيج حالات مظلومة بالدرجات. هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الفيديو اللي انتشر بصورة كبيرة. الفيديو الثاني ذيك الحلقة طلعنا نهر دجلة، منين؟ من ميسان. أخذنا متحدث اتصال هاتفي ناطق باسم وزارة الموارد المائية دكتور خالد. هالمرة مين جايبين فيديو؟ من الناصرية، بس مين؟ من نهر الفرات. شوف لي نهر الفرات، هاي بعد كم يوم صار هنا سباق ومال الدار هاي الشارجرات، وهذا يشحطون مدري يشطحون مدري شو يسوون. زين يفحط يسوي دريفت. زين هاي بعد كم يوم هنا نلقى.
نفس الكلام يتجدد في كل مرة على الحكومة العراقية متابعة ملف المياه لما فيه من خطورة تهدد ليس المحاصيل الزراعية فحسب، بل الحياة، البشر. العراق يعتمد على دجلة والفرات بالمي، ومثل ما تشوفون منسوب المياه في نهري دجلة والفرات هذا مبين، هسه مبين 10 سنتي من بين، لان يعني التاير انت قيس على التاير، تاير هلقد، تاير هلقد هيك هلقد داخل بالمي، يعني هذا مبين. لا والقاع الجوان بين صبخه قويه، لان جاي يمشي يمشي عليها وما ما توقف الدراجه. اول شيء سوى هذا عود، يعني عود هو بطل، بس هم زين يعني سوى له شغله مو حلوه بس استفادينا منها، صارت ترند، خلانا نشوف نهر الفرات. يابه الله بالخير. في الحلقه الماضيه ذكر المتحدث باسم وزاره الموارد المائيه انه اكو وفد رفيع المستوى، ركزوا وياي، وفد رفيع المستوى راح يتوجه، كان من المفترض انه يتوجه لتركيا قبل الزلزال، ولكن حدث زلزال، ولكن راح يتوجه بالايام القادمه الى تركيا للتباحث حول موضوع المياه. عمي، وقال احنا لازم الموضوع يكون بوديه ومو كسر عظم. عمي، بوديه كسر عظم بغيرها، اكو امم متحده، اكو ناس، اكو شكاوي، اكو ما اعرف شنو، اكو قصف، اكو سد هجمه وضربه بصاروخ، كل شيء اكو. العراق امانه باعناق، ملف المياه ملف مهم جدا، حاله حال ملف داعش. مثل ما طلعنا داعش من البلد لازم نسوي حل لموضوع المي لما فيه من خطوره. داعش كان يهدد حياه الناس، وهذا هم يهدد حياه الناس وينذر بكارثه. أنا ما أعرف، يمكن تركيا عندها هدف بهذا الموضوع، يمكن ما تريدنا نزرع، يمكن حتى نستورد من عندهم ومن باقي الدول، يمكن والله، يعني مستحيل يعني، المي وين جاي توديه يعني؟ أكو سدود، زين، هذا مي ما يعني ما يصعد، فتحونا شوية شوية، وإحنا هم لا بنينا سدود، لا سوينا شغلة، خلينا نشوف التعليقات، الموضوع يقهر. لانه احنا تعبنا من قد ما نحكي. علي يقول والله العظيم اليوم على احد جسور نهر الغراف والقادم من فروع نهر دجله والماء تياره قوي على الرغم من الانخفاض القليل بالمنسوب، لكن هنالك ماء جاري وبقوه. يعني لو اكو سدود او نواظم تحتجز هذه الكميات من المياه لربما تتم معالجة الشحة في بعض المناطق الأخرى. عزتي يقول أولا أمطار ماكو، ثانيا الزراعة اللي على ماي النهر، بل يقصد اللي تكون قريبة يعني من النهر على أطراف النهر، بالإضافة إلى هو العامل الأهم، تركيا قاطعة المي عن العراق بالسدود. المفروض الزراعة القريبة على النهر تعتمد على الآبار الارتوازية أحسن من السقي السيحي واستخدام المرشحات لتقليل استهلاك المي. رحيل ولقاء، والله اسم رحيل ولقاء، هذا يمكن كتاب رواية. يا رب سترك أكثر فئة تضررت من انخفاض مناسيب المياه، أهلنا بالجنوب وخاصة أهل المواشي، الله يكون بعونهم. تريد يقول العراق مثل واحد فاتح الماء على الخزان وفاتح حنفيات الخزان، وعندما يتوقف مضخة الماء عن التصعيد تجد الخزان فارغ،
العراق إن لم يعمل سد في جنوب العراق سيتحول إلى بلد صحراوي، لأن المياه موسمية تأتي فقط عند نزول المطر وتذهب إلى البحر مباشرة. آخر تعليق من موظف حسام، موظف حسام يقول الهدف هو يردون العراق خالي من زراعة حتى هم ما يصدرون. والله ممكن، يعني ممكن يكون عندهم هدف. هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الفيديو اللي انتشر بصورة كبيرة جدا. الفيديو اللي بعده، هم السبب. بس أنا قبل لا، يعني هي شعدها أصلا. خلينا نشوف الفيديو، خلينا نشوفه. وحسبوا ياي كم مرة راح تنطفي الكهرباء، حسبوا ياي. This visit today is really about recognizing the resilience of the Iraqi people. I continue to be that partner here, and will enjoy my day looking at more things that we can do and to learn better this tremendous city. A consulate here, that is something that certainly the question itself speaks to a new era. من علاقتنا الثنائية وعن مرحلة جديدة في هذه العلاقة وعن رغبتنا في تواجد أقوى وحضور أقوى. أشكركم جزيلا وسوف ننظر بهذا الوضع بكل جدية. بمخيم الهول، وماذا عن تخصيص ميزانيات لمحافظة لأهالي مدينة الموصل؟ Well, I can speak to a commitment that the United States has to make sure, please, bring them back to their families. Remember that there has been a tragedy, a true tragedy in their lives, and we hope that everyone can open their hearts to return their. خلال دقيقة، والفيديو دقيقة، احنا بقينا وياكم دقيقة، ست مرات، وحتى إذا نرجع نحسب إن هسه هاي مرة طفت. زين، هاي ست مرات اعتقد خلال دقيقة واحدة. زين، تفضل، خليك وياي، تفضل يعني تفضل. زين هي هاي تفضل، هي جنرال الكتريك يعني الشركة الأمريكية، تفضل. زين، هسا انا قبل هذا كله، هي شعدها بمبنى المحافظة الجديدة أو مبنى الحكومة المحلية بالموصل في نينوى، هي شعدة هناك؟ تعويذة مال بناء مال بطولة، شنو شعدنا؟ تفضل بعد تطفي. يعني هذا الفيديو برسالة كبيرة وعظيمة، مفادها أنه أهل الشر بنص الشر، أنتوا شفتوه. زين، هاي بعينكم، يعني هي جاية تحتفل. شوف كم مرة طفت الكهرباء. أتذكر مرة ردنا نربط أو نتعاقد ويا شركة ألمانية، شركة سيمنز، جنرال الكتريك، كم واحد من الخونة والعملاء، جنرال الكتريك. هاي شوف في مبنى المعاه، طب 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 طب، تطفى تشتغل. هاي استمر. زين، ما دافعين سحب، عايفين الجيزر مشتغل، غير نفتهم، فهموني. شنو هذا الفيديو؟ يعني تفضل، انا ايش اقول الله سبحانه وتعالى راد يفضح هاي الناس، راد يفضحهم. خلينا نشوف التعليقات، ولو ما مفضوحين، بس كل من يجمل الصورة لهم فهم مفضوحين. فاضل يقول انقطع الكهرباء ست مرات خلال المؤتمر الصحفي للوصية على العراق، ألينا رومانيسكي داخل مبنى محافظة نينوى، وهذا بالتأكيد بسبب بركة تعاقد العراق مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية. هذا مو انجاز. زهير يقول الكل يعلم ان احد اسباب تردي واقع الكهرباء في العراق هو الجانب الأمريكي الفاسد. حسين يقول حتى يعلموها على الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، لأن أكيد كل ما تطفو ترجع الحاضرين يصلون على محمد.
صدق احنا العراقيين من تطفى الكهرباء من تجي الكهرباء نقول اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول حتى على المعصلاة على محمد وآل محمد. نبراز يقول هي مجرد سفيرة لبلد آخر، لماذا تشارك في افتتاح مبنى محافظة نينوى وتقيم مؤتمر صحفي؟ أما أبو أمير يقول شنو المشكلة؟ أمريكا دمرت العراق بقصد حتى لا تقوم له قائمة، وهي متعمدة، وللعلم إنها هي من تحكم العراق منذ 2003 إلى الآن. هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الفيديو. الفيديو اللي بعده والله حيرة، هي حيرة، ما أدري متحرش، ما أدري هم متسولين بيناتهم. يقال إنه ثلاث نساء تحرش فين واحد وتولى الندق. خلينا نشوف بالله كله هسه احسن لك يا اخوي. بس ما ادري يعني، هو ما اعرف متسولين بيناتهم، متحارش بيهن، زين ما اعرف. شوفوا ان تولنا بعد بيئتي كم شن ندك، وين اليوجع؟ هاك اخذوه سحبوه راح. زين احنا ما نعرف شنو السبب. الفيديو من احدى مناطق بغداد. شوف 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 شلون هو ابو الاصفر، هو ابو الاصفر. طب شوف، تفضل يعني تفضل. هذا الفيديو انتشر ايضا في مواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا، ومثل ما قلنا ما نعرف احنا لحد الان هو شنو الموضوع بالضبط. هاك شب عنا كتل. اذا كان متحرش فحيل وابو زايد وبعد، واذا كانوا بيناتهم هم حيل وابو زايد وبعد، احنا ما لنا علاقة سواء كان هيج او كان هيج. هاي من الاخير. على العموم هذا كان اخر فيديو في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم. مشاهدين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة. أقول لكم في مال الله.